سنين اللي جبتيها الكرام ديوسا ايوا الحمد لله باش يدي الطوموبيل تجاوبنا الحين يعني غترفعوا الخاليه وحنا غادي نتركوا هذا الشيء حنا ما عارفينش هذه الخاليه حنا ما عارفينش لا العصا ديالك غتفاعل معكم باستمرار نهار على نهار وديك الساعه حنا ان شاء الله امر بلي ترفع الخاليه نشوفوا الطريقه باش انت بخير شكرا بارك الله فيك شكرا سيد كثير ان شاء الله تعالى وانا اللي كنفرحوا بكم اللي تجيو اكيد راه نتوما فخر ديالنا والسفره ديال البلاد هي انا نسمع بكم كاينا بارك الله عليك الله يبارك فيك نفتخروا بكم شكرا شكرا كل اراده الحل هذا هو اللي مهم الاراده ديال الحل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الخالية غتكون هنا باستمرار ان شاء الله وغتكون هنا اللي عنده شي حاجه حنا المفروض علينا تحت المده ديالكم ماشي غير تجيو ديروا العروض خص تحلوا المشاكل يمشي لك العطله ديالك في حل الاشكالات ديالك خص تحل المشكل وتستافد من العطله ديالك داكور حنا ان شاء الله غادي نتفاعلوا معاك داكور صافي عريض افتراضي يتضمن معدل الأنبقة الرواق الأول كان خصو وثائق التأمين وفرص الاستثمار الرواق الثاني خصو مذكرة المعلومات التقنية والرواق الثالث كان خصو فرص البناء والشكايات هذا العريض الافتراضي يمكن أي واحد أي زائر يدخل ويشوف المعلومات القانونية والمعلومات التنظيمية اللي كتتعلق بكل رواق ويشوف المساطر القانونية المطبقة في رخص البناء وفي وثائق التعمير وفي الاستثمار. توصل لذاك الآخر الإخوة ديالنا في الجهادية خصو يكون فورماسيون على القانون ديال التسوية. بنا في ظروف ما وخصهم دابا سميتو. يمكن يدير القانون سريان ديال القانون السنتي يدير خاصو يكون فراسهم باش اللي بغى يسوي الوضعية ديال العقاب ديالو باش يعرف المساطر باش نعجلو بالعباد. استقبلتهم استقبلت الاخوان وشرحت لهم على التسوية والمساطر. حتى هنا حتى هنا لانفورماسيون توصل داكور. لا 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 لا